في على الغدا ملوخيه. ماما سالي. هاي جورج، كيفك؟ شو شفتك بالبيت؟ سالي وين كنتي؟ وين بدي كون يعني؟ الجامعة. سالي سألتك وين كنتي؟ وأنا جاوبتك الجامعة. سالي أنا كم مرة قلت لك إنه على بيت هي التافهة ما بتروحي؟ بس أنا ما كنت عند ريتا. لك سالي لا تكذبي. دور شبك جنيت. لك إيه جنيت؟ وبدي ربيكي لأنك مو سالي عن حدا. دور وليه؟ أنا كم مرة قلت لك إنه هي اللي اسمها ريتا ماتت؟ شبك لا ماتت، ريتا ما ماتت. ولك ماتت ماتت. ريتا عايشة وأنا ما فيني أطلع من الكل. أنا وجواتي قلب نظيف مو بس الكل مليان حب وكره ونوار. سامعة الديباجي اللي جايبيها من بيت اختها؟ سامعة بنتك الواعدة فهماني؟ اسمعي بيت ريتا ماتت وهي لسه بتخوفيها على راسي غصب عنك. ما فيني ما بدي. لا اعطيكي لا بتعطيكي ما بدي كسر راسي. مشان يسر مشان حضرت ريتا ماتت. يا اختي ما ماتت لساتها عايشة. ولك ماتت انت بدي لعبة. ما بدي افكر هيك انا. ريتا مشان ما بدي حتى تحلفي انه ما عاد تشوف ريتا بعمرها. مشان يسوع حبيته بس حاسته شوي ستاتي يعني مو جوي. لك لا قولو، ما بتشوفوا مكشر بتنق فوق راسي؟ بتقلي كل مره اطلعي له بشيله كوستال جديد لفايز مشان ما تمل عينه. اوكي فرحي، بس مو هذا اللون لانه هذا اللون عن جد كثير كئيب. اي معلم، وهو المطلوب مو احسن لك من عينه مني؟ لك يا رجل هدول الاعلاميين الجداد مدري شلون بيكتبوا، لك مع انه فصحى بس المرفوع مجرور والمجرور منصوب والمنصوب بدري شبه جيل تفقيس مكانات. اخي هدول بيوصلوا بسرعه عشان هيك مثل مثل، بس لا تظلمهم مو كلهم هيك. لك صحيح انت شو صار بقصه التهديدات تبعك؟ كلهم كم تليفون باليوم ما بيخوف، بس والله صاروا اعداء كتار يا بسوم. طالما معقول الحق ما بيهمني. لك هلا انا بيعجبني اصرارك هاد على مبادئك، بس والله بنخاف عليك. اللي حطه لهذا الراس هو اللي بشيله. شبك ليه عم تطلع فيني هيك؟ ما بعرف بس بحسك كل مرة بقرني متناقض. شلون يعني؟ يعني اللي بسمعك عم تدافع عن أفكارك ومبادئك بيقول يا لطيف شو هالرجل، ما بيتوقع إنك عم تعمل هيك مع بنات العالم. هن اللي بخلوني أتصرف معهم هيك، يعني هلا هن لو ما قالوا دلتين الخاطر برأيك أنا فيني أطلع بنت تطليعة ولك مالي؟